فأنا اتكلمت عن طبيعة التجارب. الغرض لم تكن يا ترى هينجح ولا يسقط. لا دي استحالة. استحالة طبعا. ده أنا عايز أقول أكتر من كده. نتيجة الامتحانات دي كانت معلنة في العهد القديم قبل ما يجي بمئات السنين. فمثلا نقرأ إشعياء 42 نبوة عنه. الله يقول إيه؟ هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. ده قبل ما يجي بأكتر من 700 سنة. إشعياء 53 يذكر عن المسيح في أصحاح آلامه على الصليب للتكفير عن خطايانا، يقول كده وعبد البار. البار ده ما جاش لسه، قال بس ما انا عارف ده هيعيش ازاي، انا عارفه هو مين. وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين رغم انه على الصليب آثامهم هو يحملها. فادي الغرض منه.